شمر اليوم الغرافة يلعبون بشكل رايق نقول اذا ما قلنا في العامية، شو اللي صاير عندكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اول شيء على نتيجة الشوط الاول. اعتقد ان المباراة ما انتهت الحين، في شوط ثاني وممكن كل شيء يصير بجيب كرة القدم، لكن اعتقد ان حماس الفريق اليوم والروح اللي طلعوا فيها الشباب، اتمنى ان شاء الله نستمر الشوط الثاني وناخذ الثلاث نقاط. سعد، العام شفنا نديه كبيره بين الوكره والغرافه على الثلاث اقسام وكانت كلها تعادلات، تعتقد ان الوكره قادرين يعودون الشوط الثاني يعادلون على الرغم من ان الاربع اهداف صعبه، لكن ممكن يقدروا يرجعون تتوقع؟ والله كره القدم ما فيها المستحيل، لكن ان شاء الله عزيمه الشباب وصارم ان شاء الله نكمل الشوط الثاني، احنا عيننا على ثلاث نقاط مش الاهداف. مش